بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد. وجدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019. شهد اليوم الاثنين 16 ديسمبر 2019 وفي ثاني أيام مواجهات الجولة الثامنة من الدوري المصري الممتاز 4 مواجهات، حيث التقى فريق طنطا مع فريق الانتاج الحربي في المباراة التي انتهت بهدف نظيف لصالح الانتاج الحربي. المباراة الثانية مباراة المقاولون العرب ووادي دجلة، والتي انتهت بفوز وادي دجلة على المقاولون العرب بهدف نظيف. المباراة الثانية مباراة مصر للمقصة والاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز الاتحاد بنتيجة 3-2. أما آخر مباريات اليوم والتي كانت بين طلائع الجيش وفريق نادي الزمالك، والتي انتهت بفوز طلائع الجيش ب3 أهداف مقابل هدفين. ليأتي بعد ذلك جدول ترتيب الدوري كالتالي: المركز الأول فريق النادي الأهلي برصيد نقاط 18، المركز الثاني الاتحاد السكندري برصيد نقاط 17، المركز الثالث المقاولون العرب برصيد نقاط 16، المركز الرابع الزمالك برصيد نقاط 13، المركز الخامس سموحة برصيد نقاط 13، المركز السادس الإسماعيلي برصيد نقاط 13، المركز السابع بيراميدز برصيد نقاط 12، المركز الثامن الإنتاج الحربي برصيد نقاط 11، المركز التاسع حرس الحدود برصيد نقاط 10، المركز العاشر طنطا برصيد نقاط 8، المركز الحداشر المصري برصيد نقاط 7، المركز الاثناشر طلائع الجيش برصيد نقاط 7، المركز الثلاثاشر إنبي برصيد نقاط 7، المركز الاربعتاشر مصر للمقصة برصيد نقاط 7، المركز الخمستاشر نادي مصر برصيد نقاط 7، والمركز الستاشر وادي دجلة برصيد نقاط 6، المركز السبعتاشر أسوان برصيد نقاط 5، المركز الثمنتاشر والأخير الجونة برصيد نقاط 4. في النهاية بشكركم مشاهدينا متابعينا، ولا تنسوا أن تدعمونا بعمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل رمز الجرس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.